حلقتنا راح تكون بساحة الوثبة، هاي ساحة الوثبة الموجودة. هنا قبل فترة عمروا الساحة، عمروها ورتبوها وصارت فشي كلش حلو. اتوقعوا الكاشي باقو، الكاشي الموجود السيراميك قلعوه، قلعوه باقو، ويرات باقوها. شنو هالقابلية هاي؟ يعني معلم حضاري موجود بساحة الوثبة هنا تجون تبوقوه ليش؟ ورجعوا رجعوا هسه بدوا هم رجعوا يشتغلون ويعمرون بي. يعني ما اعرف احنا ليش بنحافظ على تاريخنا، ليش بنحافظ على بلدنا، ليش بنحافظ على بغداد؟ البلديه هاك تشتغل وتنظف وتروح، تيجي بعدين ابو البسطيه يقول لي يا بسير على الرصيف، اقعد على الرصيف، لا تتقرب على الشارع، ما يفيد. فتضطر البلديه تيجي تطلعهم من هنا، تضطر تيجي تطلعهم. يعني انت يقول لك هذا صاحبك حلو، لا فخلي تكون اكو هم مثل ما جايكم بالمروه والطيب، انتوا تعاملوا وياهم بالطيب. ارجع على الرصيف، خليك على الرصيف، ارجع على الرصيف، خليك ويا حافه الرصيف، لا تتقرب على الشارع. يعني الشارع انت ماخذ نصه، تجي بعدين السيارات وتصير ازدحامات وحل الدوام وغيرها. لكن انا استغربت من جايين مفلشين هنا وباقيين السيراميك والوايرات مقطعيها، وهسه بدوا يعمرون بيها، وراح يسمعون القضايا الموجوده بالشارع. مو بس هاي، كثير من القضايا، قضايا اصحاب البسطيات وقضايا الناس والمشاكل اللي موجوده بالشارع العراقي اللي ما راح تخلص، ما راح تخلص. احنا نيتنا ننزل بالشارع ونشوف ماكو قضايا وماكو مشاكل.